مفهوم توا؟ جاوبنا على السؤالين والسؤال الثاني. لو نقدر ننجم غدوة في دفوار يعطيني السؤال الأول والثاني مع بعض. شو يقول لي؟ يقول لي ديتيرميني لو كابيتال دو لونتربريز اون بريسيزون لا ناتور دو شاك ابور. وقت باش نعمل جدول نتاعي اللي عملته بالضبط. هذا يا سي أحمد وهذا يا سي يوسف. عندي لهنا ابور او ناتور باش نجمعهم زوز او ناتور ابور او نوميرير ولهنا عندي توتال وكيف كيف عندي توتال متاع تلقاها توتو. قلنا احمد جاب 20 مليون لا 60 مليون عاد فاتر اون ناتور 60 مليون هذه فواتور وجاب 20 مليون اللي هي بنك دونك اللي جاب هو 80000 متفقين يا الاولاد باه. ويوسف شنو هي جاب؟ جاب 15000 ايكيبمون وجاب 5000 كاس. التوتال هذا قمنا بك 75000 معناها مجموع لي زابور او ناتور في الشركه 75000 مجموع الماكينات والحاجات العينيه في الشركه 75000 ومجموع الحاجات اون نوميرير النقد اللي جاء 25000. ايا يوسف شنو هي جاب باي وقداش يوسف؟ 15 مع 5 20000. مش قلنا من بكري انه لو كابيتال هو لا سوم دي زابور؟ هذه لا سوم رايا. دونك تحب نعمل 75 اللي هو اون ناتور مع 25 اللي هي اون نوميرير والا نعمل كيما عملنا في الكيسيون الاول 80 مع 20 معناها اللي جابه يوسف مع اللي جابه احمد باش نلقاو يساوي 100000 دينار. ايش عملنا هنا؟ جاوبنا على السؤال الاول والثاني مع بعض. انت راك عبد المأمور كان سألك كل سؤال واحد باش تجاوب كيما جاوبنا اون ناتور باش تمشي تحسب 20 مع اعطيني الكابيتال واحد وتعمل 20 مع 60 مع 15 مع 5 بريسيزي لا ناتور باش تقول له هذا اون ناتور وهذا اون نوميرير. وكان عطاك كيستيون قال كومبليتي لو تابلو اي ديتيرميني لو كابيتال. الكابيتال باش يكون هذه 100000 دينار سي لو كابيتال. دونك ايش عملت؟ كو سوا تجمع في السونس هذا وإلا تجمع في السونس هذا في الحالتين باش يعطيك 100000 دينار هو لو كابيتال دو لونتربريز. نتعداو للسؤال الثالث كيلي لا ناتور دو لاكتيفيتي دو لونتربريز. هذايا باش نشوفوا كان عشنا في الكلاسيفيكاسيون دو لونتربريز لكن سؤال ما في حد شيء هذاك علاش جا توا كيقولوا ناتور داكتيفيتي ناتور معناها طبيعه اكتيفيتي النشاط طبيعه النشاط شنو هو النشاط نتاعها الشركه اش تعمل اش تصنع الشركه انت ساعات تقول لك شنو خدمتك انت الشركة لهنا نلاحظوا انه عندها حاجتين عندها الحاجة الأولانية حاجة الأولانية elle achète puis revend le matériel يشري ويبيع واللي يشري ويبيع لهنا نشاطه تجاري التاجر شنو وظيفته يشري بالرخيص ويبيع بالغالي مالا لهنا باش نقول l'entreprise أحمد et frère a une activité commerciale. علاش عندها une activité commerciale? Elle achète et revend le matériel. Est-ce que c'est clair? لكن هل انها وقفت العملية؟ لا ما وقفتش العملية. خاطر l'entreprise Ahmed et Frère, à part انها تشري وتبيع, تعمل la réparation du matériel. ريباراسيون اش معناه؟ معناها يجيني عبد عنده ماكينة مكسرة نصلحها له. دونك بويسكو انا نصلح الماكينات لهنا لهنا نعطي في خدمة نعطي في خدمات اسداء خدمات مالا باش نقول لهنا احمد اي فخير عنده نشاط اخر ا اون اكتيفيتي دو بريستاسيون دو سيرفيس de prestation de service. بالطبيعة نجم نقول إسداء الخدمات ولونتربريز دو سيرفيس. علاش؟
خاطرها تعمل لا ريباراسيون. مي شنو هما الانشطه اللي موجوده عندنا لهنا؟ اكتيفيتي كوميرسيال خاطرها تشري وتعاود تبيع الحاجه اللي شريتها، عندها اكتيفيتي دو سيرفيس علاش؟ على خاطرها تعمل في الريباراسيون. قداش عندها من اكتيفيتي سيت انتربريز؟ عندها دوز اكتيفيتي اللي هما كوميرسيال اي دو سيرفيس. وباش نشوفوا من بعد انه حتى الكوميرسيال ثم شكون يحطها في السيرفيس، وتنرجع نشوفوها في الناتور داكتيفيتي في الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. نتعداو للسؤال الرابع سي سا. اش قال؟ قال دون كيل بوت سيت انتربريز ا ايتي كري. اسكو الشركه هذه خدمه معناها تحلت على رحمه الوالدين؟ هل انها اسوسيسيون؟ هل انها جمعيه خيريه؟ هل انها تفرق في التليفونات؟ هل انها تصلح بلاش؟ لا، هو قال بصريح العباره اون رياليزون دي بينيفيس. دونك باش نجاوبو رابيدمون، دونك كيل بوت سيت انتربريز ا ايتي كريي؟ سيت انتربريز ولا احمد الفرير، سيت انتربريز ا ايتي كريي بور رياليزي دي بينيفيس. بي ني فيس اللي يسميه زادة دي بروفي. كنقولوا بروفي اش معناها؟ معناها تحقق ارباح. دونك تجي تشوف تلقى البرودوي، تلقى الغوسيت نتاعها اكبر من الديبونس، دخلت فلوس المداخيل اكثر من المصاريف، لازم تحقق ارباح. دونك ال ا ان بوت لوكراتيف بما انها سيت اون انتربريز. نختم توا بالسؤال الخامس. السؤال الخامس قال لك الشركه حسبت البينيفيس نتاعها، مثلا دخلت 100 مليون وصرفت 90 مليون، قداش ربح؟ ربحها 10 ملايين، وهذا اللي قال. دونك عندنا بينيفيس يساوي 10000 دينار. معناها كي عملنا بلغه اخرى، كي عملنا غوسيت نقصنا منهم ديبونس، نجم خاطر غدوة في دوفوار يعطيك انت تحسب ال 10000 دينار، يقول لك غوسيت اكزومبل هذه ماهوش صحيحه، الغوسيت مثلا 70000، دخلنا 70 مليون عام كامل، وقد صرفنا احنا مشينا ماتريال الكل، صرفنا 60 مليون بالطبيعه ماتريال وخلصت الخدامه وخلصت الكراوات والكل، الديفيرينس جاتني 10000 دينار. هل 10000 دينار شكون باش ياخذهم؟ هل انه عام باش ياخذهم احمد وعام باش ياخذهم يوسف؟ لا، ال 10000 دينار هذه باش تتقسم بين احمد ويوسف. لكن هل انها باش تتقسم بالتساوي 5 5 والا هذا باش ياخذ 7 ولا هذا باش ياخذ 3؟ لا، ثم قانون. القانون شنو يقول؟ يقول انه البينيفيس نتاعنا باش يتقسم على اساس انت قداش ساهمت في راس المال. دونك شاب تبعوا معايا مليح، هذا راس المال قداش هو راس المال؟ 100000 دينار. باهي، قداش جاب احمد منه؟ خليني رجعكم شويه لتالي. احمد قداش جاب؟ اهو احمد، اهو احمد، احمد جاب 60 و20 جاب 80، معناها من راس المال الكل اللي هو 100 مليون احمد جاب 80000 دينار. ملا يوسف شنو جاب احمد هذا؟ يوسف قداش جاب ماله اللي تبقى؟ قداش؟ 100 الا 80 والا 5 مع 15 20000 دينار. يوسف ثبتوا مليح. انا لاني نحب نعمل النسبه المئويه لا بار دو شاك اسوسي. اش معناه؟ اذا احمد جاب 50% باش ياخذ 50% من الارباح، اذا احمد جاب 10% باش ياخذ 10% من الارباح، على قد الباي اللي انت جبته على قد الارباح اللي انت باش تاخذها. كيفاش نحسبوا البار؟ ديما ثم قاعده في المات يقول لك هو لو سوز انسومبل على لونسومبل. خليني نحسب لهنا البار دو احمد. احمد قداش جاب فلوس؟ جاب 80 من قداش؟ راس المال كله قداش؟ 100. دونك نعمل 80 على 100000، بالطبيعه نضرب في 100 باش نلقى بورسونتاج. ويوسف شنو جاب؟ يوسف جاب 20 من شنو؟ من 100 كالعاده. معناها بلغه اخرى ال 100 هي 100%. نحب نعرف 80000 دينار قداش تجيني اون بورسونتاج،
والعشرين ألف دينار قداش تجيني أون بورسنتاج. ما لا بلغة أخرى، كي نعمل 80 على 100 تعطيني نسبة 80 مليون، وكي نعمل 20 ألف على 100 ألف تعطيني نسبة 20 ألف، وهذا اللي عملناه بالضبط. دونك 80 على 100 باش تعطيني 80%، قداش جاب أحمد؟ جاب 80% من رأس المال. وكي يجيب 80% من رأس المال قداش باش ياخذ من الأرباح؟ باش ياخذ 80% من الأرباح. وهذا يا ما نقول 100% إلا 80% دونك تعطيني 20%، ولا باش نطبق القاعدة 20 ألف على 100 ألف في المية باش تعطيني 20%. قداش جاب يوسف من رأس المال؟ قداش مساهمة يوسف في رأس المال؟ 20%. مالا قداش ياخو أرباح؟ 20%. مالا باش نقول ديتيرميني لو مونطون ا ريسيفوار، باش نقول لو مونطون ا ريسيفوار بار شاك اسوسي سورة. أحمد كي أ هذه لكم أنتم أبورتي 80% دو كابيتال، قداش جاب من رأس المال أحمد؟ 80%. إل فا ريسيفوار 80% زادة دي بينيفيس. واضح؟ باش حد ما يتغشش، جبت 100 تاخو 100، جبت 20 تاخو 20. قداش تجي هذا؟ قداش هما الارباح؟ 10000. دونك نقول سوا 10000 دينار في 80 على 100. قداش تجينا 10000 دينار باش تجينا 80000 دينار؟ توا يوسف قداش جاب يوسف؟ ا ابورتي قداش قلنا؟ مش 100% الا 80 20%، ولا نرجعوا من بكري هاي نلقاو 20%. 20% ا ابورتي 20% du capital. Aïe, qu'est-ce que je fais? Il va recevoir 20% des bénéfices. Ouais, l'encoule va recevoir. Marie, il va à 20% le reste des bénéfices. Il y a 10. Il y a 8000 l'Ahmed. Il y a 8000 Mais là, il y a un encoule, soit تخدم بالطريقة اللي تحب عليها. 10000 في 20% دونك على 100، نحيت هذير عملت القاعدة ديريكتومون باش تعطيني 2000. أو بيان ونقول 10000 هو الأرباح الكل، نقص منها 8000. 8000 هذايا هو اللي خذاها سي أحمد. تعطينا قداش باش تعطينا الألفين متاع؟ وهكا نكونوا كملنا ليكزرسيس متاع، إن شاء الله تكون مفهومة. تو نحاولوا في ليكزرسيس من بعد، نحاولوا خاطر هذا سيتي أون أبليكاسيون باش نفهم إيش قعدنا في مخاخنا. باش تعمل مؤسسة يلزمك دي زابور، لي زابور لهنا قسمناهم أنواع، أون ناتور، أون نوميرير، أون إندستري. مجموع لي زابور هذوما يتسموا كابيتال. يلزمنا les différentes ressources réunies dans l'organisation, matérielle, financière ou humaine, ou l'entreprise a un but lucratif. حكايه النature d'activité ان شاء الله تنشوفوها اكثر وبامعان في البارتي تاع الكلاسيفيكاسيون des entreprises. ان شاء الله تكون مفهومه اكثر في فيديو تقريبا.